أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس. والدة أدهم نابلسي بظهور نادر، الشبه بينهما كبير جداً، ووسامة شقيقه تلفت أنظار الجمهور. أعاد كثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صور لوالدة الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وذلك في ظل الاهتمام الذي تحظى به حياته الشخصية بعد إعلان اعتزاله منذ فترة قصيرة. لما بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك لما الصور التي تداولها المتابعون لوالدة أدهم نابلسي، والتي ظهر في واحدة منها برفقتها، كان نشرها شقيقه رامي عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، وقد تفاعل الكثير من المتابعين مع صور والدة أدهم هذه، إذ أكد أغلبيتهم على الشبه الكبير بينهما، بينما تفاعل البعض الآخر مع وسامة شقيقه معبرين عن إعجابهم. مش يمكن انت هلق عم بتاعي. ومن ناحية أخرى، تصدر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو عبر يوتيوب أظهرت تلاوة القرآن الكريم، وقيل أنها بصوت أدهم النابلسي. إلا أن ما أثار شكوك المتابعين حول حقيقة بدء أدهم بتسجيل القرآن بصوته هو عدم نشرها على صفحته الرسمية، وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن أدهم نابلسي نفى أن تكون تلك التسجيلات بصوته، حيث تداولوا تصريحاً له يقول إن أي مشروع يقوم به سيعرض على قناته عبر يوتيوب. نسيني الدنيا، نسيني العالم، دوّبني حبيبي. من جهته القارئ المصري سمير عزت أعلن في حديث لإحدى المنصات أن المقاطع المتداولة تعود له، موضحاً أنها انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتم نسبها للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي. وفي التفاصيل، قال عزت: الفيديوهات دي أنا مسجلها من فترة طويلة جداً، والناس تداولتها على يوتيوب بأنها فيديوهات لأدهم نابلسي. وأوضح القارئ المصري أنه لم يعد قادراً على إعادة نشر تلك المقاطع على صفحاته بسبب انتهاك حقوق الملكية بعد تداولها، مشيراً إلى أن صفحته تعرضت لهجوم وبلاغات كثيرة، ظناً من المتابعين أنها تعود للفنان الأردني أدهم النابلسي. عقد ما بحبك خايف تكوني هذا. وكان حذف الفنان الأردني أدهم نابلسي كل أغانيه عن قناته الخاصة في يوتيوب، تاركاً فقط مقطعي فيديو وهما أغنية أمي والفيديو الذي أعلن فيه عن اعتزاله الفن.